فما برشا بيرك وعودتك من المجال الإعلامي، وفما ناس قالك لا يا أخي لماذا تعود هيلا؟ هيلا هي كانت بوق النظام، هيلا كانت مدعومة، كانت معناتها كانت إنسانة لها نفوذ كبير، كانت هي تحكم بحكامها، هيلا الركبي هي كانت رمز النظام السابق الإعلامي. كيفاش قريتهم؟ شوف انا راني كنت ما نحبش نشارك باش ما نقعدش في الحين ندخل في الحوار هذايا نتاع قبل وتوا والكل. اما مش نقول لك انا قناعتي، انا قناعتي في قرارة نفسي مؤمنه ومعناها صادقه، يعني كل صوره عديتها في برامجي كانت صادقه، صحيح كل انواع البرامج. أما العبيد عايش تنسى، ما فماش كان أرضي وفاء بالعود ولا أرضي. أنا عملت أول تلفزة عربية تحل تلفزة في الصباح، تلي متان أول تلفزة عربية هي تونس عملتها، عملت بالبرنامج نتاع التونسيين المقيمين بالخارج نهار السبت في الصباح، شمس الأحد 8 ساعات على الهواء، أحلى جو، معناتها البرنامج اللي كان تخصص للهيب هوب وللجاز والبلوز وللشباب، يعني كل انواع البرامج. معناها اولا هذه حاجه، ثاني حاجه ما يقلقنيش لو انا الناس امبوسيبل باش تلقى الناس الكل يحبوك، اكيد فما ناس يحبوني وناس ما يحبونيش، فما ناس ما يتنفسوش الهواء اللي نتنفسوا انا. للتاريخ هلا الركبي، هل كنت صاحبه حظوه؟ معناتها يعملوا لك تاخذ برامج يقول لك هلا عملنا البروجرام؟ بيان سور، هذيك سي اون كوموند، مش معناها حظوه هذيك. شوف النظام، يعني النظام اللي يحترم نفسه، يعني هو نظام يتعامل مع لا كريم دو لا سوسيتي، معناه يجي باش يوظف انسان باش نقولوا يسيدي يخدم به المجال نتاعو، ولا باش يختار احسن ما ثم باش هاك الصوره والا هاك الكلمه ولا هاك الجمله توصل. معناها النظام كان قبل يجي مثلا في أرضي وفاء بالوعود 98 أنا نعمل على روحي في أحلى الأماسي، معناتها ما عندي حتى علاقة، يعيطوا لي رئاسة الجمهورية يقولوا لي رو تم قرار أنك باش ترجع تعمل برنامج الولايات. قعدت شهرين وأنا هاربة، ما حبيتش نعمله البرنامج، لأنه سألت مسؤولين يا هل ترى النجم نعمل الكوتي نيجاتيف في الولايات ولا لا، يا هل ترى النجم ممكن نجيب والي ننقده ولا لا، خاطر كيف عملت في 87 كان زين العابدين بن علي وزير الداخليه، وكانوا الولايات يعملوا تقارير فيا باش يدخلوني للحبس، وكان هو اللي يقول لهم لا المراه هذيك تكمل تخدم وانتم ما عليكم كان تعرفوا تجاوبوا على الاسئله نتاعها. في 98 تبدل رئيس الدولة ولا، وما عادش يقبل، ما عادش هاك الإنسان هو بيدو اللي كان في 87، فما حبيتش نعمله البرنامج. بعد شهرين معناها بعدت هربت كومبليتمون، ما جاوبتهمش، عاودوا عيطولي وقالوا لي راهو احنا مش طلبنا منك، راهو هذية تعليمات وقرار باش تعملوا البرنامج. دونك ما نشوفش تعمل، نقول لي والله انا ما نحبش، ماني بالسيف عليك باش تعمل البرنامج هذاك. ولكن في الاثناء كانت زاده المشكله مش في اللي كان اعلى مستوى، كانوا المسؤولين ما يعطيوك الامكانيات، ما يعطيوك كاميرامان وما يعطيوك كاميرا والهليكوبتر والنوعيه هذه من البرامج. انا اقترحت برشا برامج، ومنهم برامج عملت الايميسيون زيرو، عملت حوارات معناها للشباب، ايميسيون زيرو عطيتها للاداره ما قبلوهاش، قالوا لي على خاطر هذايا اوزي برشا لو دوسيي، عيطوا لي باش نعمل اون ايميسيون سور لا فام، عملت اون ايميسيون زيرو بالديكور نتاعها جينيريكا بالدنيا الكل، قالوا لي لا راهو ليميسيون هذايا اون فا انسيري دي زيليمون في وسط ليميسيون نتاعك على ليلى بن علي. قلت لهم انا لا جو رفوز، وما تعملتش الميسيون. هما أصلا العنوان البرنامج اللي عملته حمامة بيضة اسمه البرنامج، على خاطر قبل كانوا يعرفوا المرأة التونسية بالسفساري، وديما في الأغاني يقولوا لي كي الحمامة، حتى العنوان قالوا شنية، قالوا لي شنية هذه حمامة بيضة، وأنا حبيت نهرب من الكوتي بوليتيك والكل. دونك معناها راهو شوف العمل في وسط النظام أصعب بكثير من العمل بعيد عن النظام. احنا خاطر نتجاهدوا معاهم كل يوم بيومه، ياما تعاقبت وياما نحاولي أركان من شمس الأحد، كان عندي ركن اسمه زوالي، نجيب أنا عندي مسابقة باش نربح حد فقير، كيف يربح 500 دينار نقوله كي يلتحق بالبرنامج، وأنا ما زلت في البرنامج يولي له مليون، وأنا بالعاني باش نجيبه باش نحكي معاه على ظروفه، باش نحكي معاه على الزوالي هذيك المليون كيفاش يحلك بيبان كيفاش. تعدينا حلقتين
نحوه لي الركن معناتها، قالوا لي لا هذه ساعة كلمة زوالي ما عادش نحبوا نسمعوها بالتلفزة، والركن هذاك تنحيه ما عادش تجيب الناس هذوما الفقراء وتبدا تحكي معاهم في التلفزة والكل ممنوع. هلا وخلي نذكر انك تعاقبت وتوقفت برشا مرات، معناتها نتذكر تعاقبت ومعناتها منهم مره برنامج اللي توا يقولوا الازلام والازلام، انا عملت برنامج عيطولي باش نعمل سهره 7 نوفمبر وانا والده مازلت كي ولدت بنتي ايناس في 97، قلت لهم مريضه وما نجمش، قالوا لي معناتها اسكور حسيلو، قلت لهم انا الوقت ما يكفينيش، نقترح عليكم باش تعملوا ملف مش سهره منوع، ملف عنوانه 10 سنوات من التغيير 3 بوان وبعد، بمعنى هالعشر سنين هدومة هات نعملوا البيلان تاعهم وشنو اللي عملنا به وشنو اللي نقص يزمنا نقدوه. اي سيتي اون ايميسيون ما الناس قالوا ما صدقناش اللي هي تلفزة وطنية، المسؤولين قريب يخرجوا لي من الاكران، الاسيستان يعيطوا ويصيحوا وينقزوا التليفونات. سيتي اون ايميسيون اوزي، جبت فيها لا كريم دو لا سوسيتي كولتوريل، جي فيها فريد بوردير، فاضل الجعايدي، لطفي بوشناق، فرشوشان، الادباء، كل واحد يحكي على نقائص الدوله في الفترة هذيك في ليلة حفلة 7 نوفمبر. لطفي بوشناق حكى على حقوق التأليف، اسمه حكى على المسرح كيفاش قال معناها البلاد هذيا لا فيها لا سياسة لا ثقافية لا تربوية لا حسيلو، دخلوا في النظام دخلة توقفت على إثرها على كل برامجي الفترة طويلة.